وليك الحجة ابن الحسن. خلي يخلص الصلاة وقل لي له. شكو بابا الأذان بعده، قولي. حجي تريد تروح لحفلة التخرج؟ من ذول اللي تاسين القاعات والجامعات وحتى الشوارع ولابسين ملابس التخرج؟ وليش مخلينا نفسكم عرض رخيص قدام العالم؟ معقولة ما تقدرون تعبون عن فرحكم إلا بالحفلة والخطر؟ ليش ما يصير الاحتفال المرتب في جسد كيانك أنت كمرأة وطالبة محترمة وأنت كرجل؟ ها بابا. ها. إيش قلت؟ أشوف شلون وين والله كريم. يعني موافق لو لا؟ مو قلت لك الله كريم، خلي أشوف منو وياك ومنو يجي ومن يحددون المكان أروح أشوفه ونحكي. هاي سهلة، إذا على المكان أنت رايح له هواي. وين؟ هنا يما بالفضل العباس. صدق تحكين؟ إي والله بابا، هذا الحفل مسويته شعبة المدارس النسوية بالعتبة العباسية المقدسة. دخيل أبو الفضل، وبعد منو يجيبين؟ راح تكون أكو كلمة توجيهية للمتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة سيد أحمد الصافي، أكيد تعرفه. طبعاً. وهسه إيش قررت بابا؟ حضري روحك بنيتي وتوكلي على الله. شكراً إلك بابا حبيبي، الله يخلي لي إياك. لا شكريني، اندعي لي يا أبو الفضل. يخليك إلي يا أبو الفضل إن شاء الله. أقسم بالله العلي العظيم أن أراقب الله بنتك يا عراق، افرح لفرحتها، ابنة أدي القسم صادقة بدمعتها، نذر نذرة نفسها الخدمة الأجيال، ابشر واعتبر أدت رسالتها.